ازيكم حبايب قلبي؟ جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل الاكله المشهوره جدا بتاعت الدبيح الصبح. قبل ما بنعمل الفته وعقبال الجزار لما يقطع اللحمه بتاعتنا والكلام ده كله، بنلم الحلويات ونعملها اكله سخنه كده وناكلها. طيب بتكون متكونه من ايه الاكله دي وبتعمليها ازاي يا جيجي؟ هنعملها النهارده بطعم حلو جدا ومميز قوي. اول حاجه الفشاه اللي بتطلع بتاعت الاضحيه، الفشاه لسه طالعه من الاضحيه سخنة. ناخد كده حته الكبده برضو بتاعت الاضحيه مع حته الكلاوي مع حته القلب ومعايا حته من الحلويات على حته صغيره من الليه. شفتوا بقى الحاجات دي كلها بتاعت الدبيح تتحط في حله واحده يبقى طعمها عامل ازاي، والقيمه الغذائيه بتاعتها بتبقى عاليه جدا عشان بتبقى لسه سخنه. دي بنعملها الصبح عقبال لما الجزار يخلص اللحمه، وبعد كده بنعمل الفته على الظهر. تعالوا بقى نشوف كده بنعمل ايه. نقول بسم الله ونجيب السكينه بتاعتنا. عايزه اوريكم التقطيعه بس الاول، ما رضيتش اقطع الحاجه غير معاكم عشان تعرفوا التقطيعه بتاعتها عامله ازاي. بصوا، اول حاجه عايزه الحاجه معايا محمله. يعني ايه محمله؟ يعني عايزه الحاجه تبقى فيها، يعني عايزه الحاجه تبقى حتت كبيره، يعني مش حتت صغيره، ماشي؟ مش عايزاها فتافيت. بصوا انا اوريكم مثال وبعد كده هكمل الكميه كلها، تمام؟ بصي الفشه بتاعتك كده اهو، بصي الفشه صبحه ازاي زي ما انت شايفه باللون بتاعها. بصي لونها جميل ازاي اهي، تمام. هقطع قطع كده لان هي لسه هتكش شويه، ماشي؟ فهقطع بقى الفشه بتاعتي على التقطيعه اللي انتوا شفتوها دي اللي هي مكعبات كده اهو. بالنسبه للكبده، الكبده اهي، تمام. برضو الكبده لما بتبقى صبحه بتبقى جميله اهو، تقطعيها كده اهو مكعبات برضو ايه علشان يبقى فيها، ما تبقاش حتت صغيره، ما تبقى عامله زي الفتافيل اهي، حتت كده هم مكعبات حلوه كده. ده برضو بالنسبه للكبده وانا هكمل الكميه كلها، ماشي؟ تعالوا بالنسبه للكلاوي برضو كده اعمليها فصوص فصوص اهي. بالنسبه للكلاوي اهي كده اهو، حتت برضو تبقى ايه، حتت محمله معاكي اهو بالشكل ده. برضو هكمل انا الكميه. تعالوا بقى بالنسبة للقلب، ادي القلب معانا اهو، تمام. هاخد بقى القلب، هاخد حتة كده منه بالشكل ده. بصي بقى القلب بقى انا عايزاه رقيق، ليه؟ عشان هو بياخد سوا شوية عن الحاجات دي، الحاجات دي بتشم النار بتستوي بسرعة، القلب بياخد سوا شوية. طب عشان ما ياخدش سوا معايا هعمل ايه؟ هعمله رقيق، حتت كبيرة بس رقيقة كده اهو. بصي كده، بصي حتت رقيقة ازاي اهو كده، مش هتاخد معاكي سوا، حتت كبيره عريضه بس رقيقه، مش صغير برضه زي ما انت شايفه كده اهو، تمام. حتت كده اهو. هقطع برضو القلب بتاعي كله على نفس الحجم الرقيق ده، عريضه بس رقيقه بالشكل ده. وحته الحلويات برضو، حته حلويات كده عشان تدي طعم من بتاعت الاضحيه دي، برضو هتدي طعم حلو قوي. نقطعها برضو حتت بقى، دي صغيرة، دي بقى تبقى حتت صغيرة متبقاش حتت كبيرة، عشان عشان ايه؟ عشان تسيح بسرعة معاكي في النار. اهي الحتت صغيرة دي بقى، الحتت صغيرة مش حتت كبيرة، تمام. هقطع بقى كل حاجة وبعد كده نرجع مع بعض نشوف بقى هنسوي ازاي وهنعمل ازاي. هيعجبكم اول الفيديو النهاردة ان شاء الله بإذن الله، وكل سنة وانتم طيبين ويقعد عليكم الايام بألف خير حبايب قلبي جيجي. تعالوا بقى نشوف كده اهو محضرين مع بعض ايه. بعد ما قطعت الحاجه بتاعتي كلها صغير زي ما انتم شايفين كده اهو، ادي الفشه اهي، وادي القلب اهو اتقطع صغير، وادي الكبده، وادي الكلاوي، تمام. الحاجه بتاعتنا اتقطعت. معايا هنا بقى ايه؟ معايا بصلايه كبيره متقطعه حلق رقيق زي الشيبسي، تمام، بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هبتدي انزل بيها، معايا حله اهو، هنزل في بالحله الاول بالخضار كده اهو. معايا ايه كمان؟ معايا هنا فلفل رومي
اهو بالشكل ده، 3 فلفلات رومي دول برضو لو عايزه حطي، مش عايزه مفيش مشكله، بس هيعلي معايا من قيمه الخضار، وكمان مش هحتاج ان انا احط ميه لان السوائل اللي هتطلع هتطلع من الخضار. تقدري تحطي فلفل حامي لو انت بتحبي مع الرومي. معايا هنا ايه؟ معايا جزرايه صغيره متقطعه كده زي ما انتم شايفين صوابع، دي اختياري، دي انا هشيلها يعني، اللي حابب ياكلها برضو ياكلها عادي، بس دي بقى هتعلي معايا الطعم والقيمه الغذائيه. دي جزرية كده اهو، دي زي ما قلت لكم اختياري. معايا التوم ده اساسي، معايا هنا اهو 4 فصوص توم مهروسين، معايا طماطمايه متقطعه بس ايه، متقشره الاول ومتقطعه 4، دي بقى علشان كمان الطماطمايه دي لايه، هتديني تذكيره كده حلوه، وهتشيل معايا الزفاره لو في اي زفاره هتشيلها خالص. ومعايا هنا عود كرفس، برضو الكرفس ده اختياري ماشي، بس هو عود واحد بس هينكه معايا برضو ويديني طعم حلو قوي. تعالوا بقى هنزل بالخضار باللحوم بقى بتاعتي اهو، نزلت كده اهو بالفشه اهو زي ما انتم شايفين تمام، وادي القلب اهو، وادي دي الكلاوي، وادي الكبده تقطعتها هاي كلها تمام، وادي دي حته الحلويات اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الدهون دي، ودي حته صغيره من اللي هي طبعا مش هنحط سمنه ولا هنحط زبده ولا هنحط اي حاجه، هنستكفى بقطع الدهون دي، هتحمر لي الحاجات دي كلها. معايا توابل ايه؟ معايا هنا اهو حبه حبهان على ورق روري مطحونين، معايا شويه ملح، معايا حبه فلفل اسود، معايا حبه سكر صغيرين علشان يظبطوا معايا النكهه بتاعتي، ومعايا معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. مش هنحط حاجه ثانيه جيجي، لا مش هنحط اي حاجه تاني، مش عايزه التوابل تغير لي طعم الحاجه بتاعتي ماشي. هبتدي بقى اغطي على دي وهنولع عليها النار من غير ولا اي حاجه، ولا ميه ولا تحطي اي حاجه، هنغطي كده عليها دلوقتي. هجيب الغطا بتاعها ونولع عليها على نار متوسطه، مش نار عاليه قوي ومش نار واطيه، على نار متوسطه. مش هتاخد معاكي وقت، انا عارفه اليوم اللي هو بيبقى بتاع الذبيح ده بيبقى يوم صعب جدا، وبيبقى كمان معاكي كله جعان وكله عايز ياكل ولسه بدري على الفته. تقدري تقومي تعملي دي في 5 دقائق، خدتي على طول من الجزار، خدتي منه حته الفشه مع حته الكبده مع حته القلب وحته الكلاوي، تروحي واخداهم شطفهم كده شطفه خفيفه قوي، وتبتدي تقطعي وتحطي كده البصلايه نيه والتوم ني والفلفلايه نيه، كله كله ني في بعضه، وتروحي مولعه عليه، وتكون بقى ايدك شغاله في كذا حاجه عشان بتكوني مشغوله جدا. ودي تولعي عليها والنار تبقى وسط مش واطيه ولا عاليه. بتقعد قد ايه؟ بتقعد بالظبط كده بتاع ربع ساعه 12 دقيقه مش اكتر من كده. اول ما تلاقيها كده اتشوحت والدنيا بقت تمام، هي كده كده هتنزل الميه بتاعتها اسفه بتاعت الخضار وهتتشوح وتبقى زي الفل. هوريكم بقى شكلها ونقدمها مع بعض بعد ما تخلص باذن الله. استنوني حبايب قلبي جيجي. ادي الحلويات بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده اهو، قلت اوريها لكم الاول في الحله اهي، استوت واحمرت وبقت زي الفل وشربت كل السوائل بتاعتها، واستوت وبقت جوسي وطريه وجميله جدا. تعالوا بقى نقدمها مع بعض، انا قلت بس اوريكم شكلها وهي في الحله كده خلاص ما فيهاش اي سوائل خالص، ناشفه تتعمل كده في السندوتشات على طول كده، اكله سريعه عقبال لما تعملي الفته بتاعتك، وكمان مغذيه جدا جدا. هنقدمها بقى مع بعض ونشوف بقى طريقه التقديم بتاعتي عامله ازاي. وادي الطبق بتاعنا اهو بعد ما خلص كده وتقدم معانا بالشكل ده اهو، اللحمه مستويه ومتشوحه، بصي جميله ازاي اهي، حاجه كده زي الفل. يا رب يعجبكم، حاجه كده سريعه، وكل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي جيجي. واتمنى يا جماعه ما تنسوش اللايك لجيجي، وان شاء الله باذن الله لسه عندي لكم مفاجآت كتير كتير كتير، وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. السلام عليكم، مع السلامه.